سحورنا بس مش بنقول ان هو المفروض يكون سهل وسريع، المفروض كمان يكون اقتصادي، وبنستعمل فيه معظم المواد اللي موجودة عندنا اللي احنا بنستعملها اما موجودة في البيت او اكل من الفطار او احنا بنعمل الفطار بنستخدمه. حاجة من الحاجات اللي هي تملي عادة موجودة عندنا وخصوصا بنعمل معجنات كتير نوت في رمضان، هيبقى موجود البيض. نجيب هنا البيض ودوت بنتبله، نحط عليه شوية ملح وفلفل، ودوت بيكون البهار بتاعنا. بس انا محتاج ان انا اعمل اخليه فيه سائل، حط هنا مع البيض شوية من الحليب، ممكن يكون كامل الدسم ممكن يكون قليل الدسم، بعد ما بقطعهم نوت او بكسرهم مع بعض عايز انقع معاهم قطع خبز، بجيب خبز الفرنسي او اي نوع خبز بس مش خبز العربي، دول بقطعهم واحطهم مع الحليب والبيض اللي احنا عملناهم. نرفع قيمة غذائية ببروتين حيواني، ممكن هنا قطع من الدجاج، نقطع دجاج بيكون مستوي ده ما بيكونش ني، يعني بنقطعهم نوت على اساس ان دوت هيكون برضو جزء من اللحمة او المشاوي اللي عندي اللي انا ما خلصتهاش. لو عايزين تحطوا سمك ممكن يتحط برضو معاهم سمك. نقلب كل دول مع بعض، نتأكد ان هو بيتشربوا، يعني البيض محتاج مع الحليب يتنقع شوية، ينقع العيش فيه على اساس يتشربوا. يبقى اللي احنا محتاجينه بعد ما بنعمله ينوت، بنحط كل الحاجة ديت في قلب طاجن او قالب يدخل الفرن. لما بندخله الفرن ونسويه احنا عايزين نعمل سحورنا يبقى سهل، فبعد ما بسويه بسيبه في التلاجة دلوقتي اللي انا هقدمه فيه. لو عايز اخد دوت اكله مع طبق سلطة او باخده اسخنه او بس اولع عليه، عندي دلوقتي الخبز نفسه اتحمر كله من ناحيتين وفي نفس الوقت بقى فيه قطع الفراخ والاعشاب. مش عايزين البقدونس حطه اي نوع من انواع الاعشاب العطرية، لكن الفكرة هنا بقى عندي سحور سهل محتاج بس شوية من السلطة، يبقى كل حاجة غطت القيمة الغذائية اللي انا محتاجها من خضار او نشويات او حتى بروتين. يبقى دوت سحور سهل سريع وان شاء الله يكون اطيب.